السلام عليكم، حياكم الله في الفصل الثالث تطبيقات أساسية لساينولوجي. معكم عمر النجار. في هذا الفيديو سنتعرف على التطبيق الأول والرئيس لأي جهاز تخزين شبكي، وهو خدمة الملفات والمشاركة. والمقصود فيها أنه يكون لدينا مجلد نضع فيه ما نشاء من البيانات، ويمكن لهذا المجلد أن نقوم بالوصول إليه من خلال أي كمبيوتر أو لابتوب أو موبايل متصل بهذه الشبكة المحلية، وأيضا من خلال الإنترنت. إذا ذهبنا إلى أيقونة فايل ستيشن ثم ضغطنا عليها، فسيعطينا رسالة في البداية أنه لا يوجد أي ملف للمشاركة. نضغط على زر OK، ثم لأننا قمنا بتثبيت القرص لأول مرة، فإنه لا يوجد أي قرص افتراضي يستطيع من خلاله إنشاء المجلد المشاركة عليه. وهذا يحدث لدينا على سبيل المثال في نظام ويندوز، إذا قمنا بتركيب قرص جديد، هارد ديسك جديد، فإنه يجب في البداية أن نقوم بإنشاء الفوليوم أو القرص الافتراضي، وهو مثلا الذي يسمى بحرف سي أو دي أو إي. نضغط على OK، ويعطينا هنا أن النظام يعمل بشكل جيد، وأنه يوجد قرص قمنا بتركيبه ولم يتم استخدامه بعد، وأن هناك ثلاث أماكن فارغة لم يتم تركيب قرص فيها كما وضحنا في الفصل السابق. نذهب إلى Volume ثم نضغط على زر Create، نضغط على زر التالي أو Next، ثم نضغط على زر Next التالي، ونلاحظ هنا القرص الذي قمنا بتركيبه من نوع Western Digital ومساحته 4 تيرا. نضغط على التالي، ويعطينا تنبيه أنه عند إنشاء الفوليوم وهو القرص الافتراضي فإنه سوف يتم مسح جميع البيانات الموجودة على القرص. وهذه طريقة مشابهة في نظام الويندوز لإدارة الأقراص أو الديسك مانجمنت بنفس الخطوات. نضغط على OK، ثم يعطينا خيار اختيار نظام الملفات، نتركه على الوضع الافتراضي ونضغط على التالي Next، ويعطينا هنا ملخص للإعدادات الذي قمنا باختيارها، ونضغط على Apply، والآن يقوم بإنشاء الـ Volume 1 أو القرص الأول، وهو مشابه لمثلا قرص السي في نظام الويندوز، ويتم حاليا إنشاؤه. وبعد الانتهاء من إنشائه يصبح جاهزا للاستخدام لإنشاء ملفات المشاركة، وهو ما سنراه في المقطع القادم بعون الله تعالى. في أمان الله.